حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار. طبعا بعد التحية معالي الشيخة مي، طبعا نتحدث عن النجاح الكبير لجناح البحرين في إكسبو دبي، والذي طبعا حمل شعار الكثافة تنسج الفرص، ونتكلم أيضا عن عدد الزوار الذي تخطى بالأمس 1,000,000 زائر. ماذا يعني لكم معالي الشيخة هذا التجاوب الجميل لزوار الإكسبو مع جناح المملكة؟ أولا الشكر لجميل متابعتكم، وثانيا يعني الكثير لنا كمواطنين بحرينيين كمسؤولين، نحاول أن نروج لمملكة البحرين بأجمل صورة. وهذا التجاوب الجميل الذي لقيناه من كافة الزوار الذين زاروا المعرض وزاروا حضور البحرين في إكسبو دبي المميز، وجميل أن يعلن عن عدد الزوار أنه بلغ 1,000,000 في نفس اليوم تزامن مع جناح الإمارات العربية المتحدة، وهذا يدل أن الجناحين استقطبا الكثير من الزوار، وهذه فرصة استثنائية تتحقق للترويج لمملكتنا بما تزخر به من إرث حضاري وفرص وإبداع وتنوع. في حين نتحدث عن الكثافة نقول أن هناك تنوع سواء في الحقب التاريخية أو في الممارسات الحرفية أو في غيره من الإبداعات التي تكرست في هذا المعرض، لتقول للزوار تعالوا زوروا مملكة البحرين واكتشفوا ربما ما لم تعرفوه عنها. نعم معالي الشيخة مي، طبعا يعني الجدير بالذكر هنا بأن جناح الكثافة تنسج الفرص في إكسبو 2020 في دبي سوف يغلق أبوابه في نهاية شهر مارس 2022، طبعا سوف يترك بصمة وترك بصمة في ذاكرة الزوار، ولكن كما نعرف بأن الاستدامة هي من صلب عمل الثقافة، فماذا سيحل بمبنى الجناح لاحقا؟ سينتقل إلى مملكة البحرين مثل ما تم في جناح ميلان الذي حاز على جائزة في مجال الهندسة، ونقل إلى مدينة المحرق. اليوم دور المنامة، خاصة وأننا هذه المدينة العريقة مدينة المنامة العاصمة، نسعى لإدراجها كمدينة تاريخية تصنف في قائمة التراث الإنساني العالمي، وننسج حكاية التعليم النظامي في البحرين بدءا بالإرسالية الأمريكية مرورا بكل المراحل التي شهدت نهضة التعليم النظامي، وأيضا الشواهد المعمارية لحقب مختلفة من تاريخ البحرين الحديث. لدينا عمارة ربما تتميز عن سائر دول الخليج بكونها في البدايات الأولى كانت هي الرمز، وكانت هي رمز الحداثة ورمز التقدم. لذلك نسعى في قطاع الثقافة بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على ذاكرة المكان، ولخلق مساحات، ربما مشروع بحيرة المنامة ليكون مركزا يجمع بين أو يكون ساحة تجمع بين المدينة القديمة والتطوير الحديث الجاري في خليج البحرين وفي غيره من المباني الحديثة. هذه الساحة نتمنى أن يكون حضور إكسبو، مشاركتنا في إكسبو دبي بهذا المبنى المميز، ليكون أيضا موقعه هنا في بحيرة المنامة. نرى ذلك ممكنا بتعاون جميع الأطراف، ولكي نحقق الاستدامة ولكي لا نخسر المبالغ التي صرفت على هذا المبنى الجميل، إعادة تدويره وتوظيفه لكي يكون مركزا للزوار في قلب المنامة، سيكون إضافة نوعية للعاصمة التاريخية. نعم معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، شكرا جزيلا لك.